راه حنا طلبه في الصين العمر ديالنا كيتراوح ما بين 17 ل 25 عام، من 17 ل 25 عام واحدين في الصين اكثر من 200 طالب مغربي، الماكله غتقادا، الفلوس غيتقاداو، الدوايش ما كاينينش، لي ماسك غيتقاداو، ولا قلبتي عليه غتلقاه غالي، بنادم ما عندوش ماكلتو. هنايا في الشينوا ما كيخدموش بالفيسبوك، يعني واخا ما كاينينش دي كوب شينوا، ما كيخدموش بالفيسبوك. غادي تقطع كونيكسيون، يعني في بي ان لمشالينا هادشي ما يكونش. الغوفرمون ديال لاشين كيحاولوا انهم يقطعوا الكونيكسيون في بي ان، هاد اليوم راه بزز باش خدامين به. شفت تي في دويت مع ابو العليا، دويت معاه قالت لك راه دات لكم جوج مقالات بركه عليكم، يعني خاصها تكون شي حاجه فيها البوز. المواصلات بنادم اللي ما يديعش شنو باغيين يديروا من الاخر، شي حاجه اللي غيربحوا فيها فلوس. صافي اما شكون غيوصل لهاد الصوت هذا؟ راه الشعب ولا يوصل. ميرسي كريم وليد دخلت كتشوف هادشي. حنا راه ما كنطلبوش بانهم يجيبوا بنادم مريض، حنا لا عرفنا راسنا مراد في هاد البلاصه، راه حنا راضيين نبقاو فيها. الوليده لا، ما اصلا هما اصلا عندهم واحد البلان، يعني لو فات باش اي. علاش لا ما غوكني با بري بوغ نو؟ علاه دوينا مع السفاره وتواصلنا معها وقالوا لينا راه غنجيبو لكم كنطلبوا على مويان باش نجيبوكم لبلادكم، وحنا كنتسناو. المرض راه جديد، ما عمره ما كان شي واحد بحالو، وكيتسناو في شي حل ليه، مازال ما لقاوش الدواء ليه، مازال ما عارفين ليه حتى حاجه. حنا بغينا غير نهربوا بعدا، فهمتي؟ حنا ما كنطلبوش اننا نمشيو للمغرب بالضبط، حنا كنطلبوا غير يهربونا من هذه المدينه هذه، يدونا لواحد المدينه اللي امنه، المدينه اللي نقدروا نعيشوا فيها بسلام، اللي ما تلبسش هذا الشيء الصعب. راه الماكله ما كاينهاش، هي المعيشه في الصين زوينه، ولكن فوالا حنا جينا راه ميم كاين اللي هنا راه عامين، كاين اللي 3 سنين، كاين كل واحد شحال. المعيشه زوينه صراحه، معيش زوينه، ولكن هذا الفيروس يعني كيهدد حياتنا. جينا نقراو خالتي، راه جينا حنا غنقراو هنا، حيت القرايه في المغرب راه ما غدير لك والو، راه هادشي اللي بغينا، راه هادشي اللي بغينا ندير. ميرسي ساره، ميرسي امين. فردوس جزيره ما نقدروش نرجعوا، راه المشكل راه حاصلين، عندنا حجز هنايا، المواصلات محبوسه، الحجز صحي، الطيارات لا والو، راه قطعنا التيكي باش نرجعوا لبلادنا، كاين اللي قطع التيكي باش يهرب لبلاد اخرى، المطار تسدات، ومشكله بزاف ديال المطارات كيسدو، بزاف ديال المطارات كيسدو، راه بنادم راه حاصل هنا. نو محمد ما يمكنش ابو العياد، ما يمكنش نجي، وراه قطعت قلت لك ابو العياد قطعت نهار الخميس. حنا بغيناكم نتوما كشعب بحالنا، بغيناكم غير توصلوا هذا الصوت لبنادم تما مسؤول، علاش؟ غير باش فوالا، غير باش حنا بغينا اوموا غير الماكله والدوايات اللي كانوا بوسيبل ولي ماسك، صافي باش نعيشوا بعدا، حنا ماشي مشكل اللي خلاونا هنا، مهم فوالا، مهم شي حاجه اللي فهمتي باش نعيشوا بها، حيت راه الفلوس مابقاوش كيوصلوا لبنادم هنايا، راه ولينا معاونين مع بعضياتنا، راه كاملين سدوا يعني البنا كيسدوا. والله انا بعدا الدار صيفطوا لي فلوس باش لا تحنسر نلقى باش نعيش من هنا لقدام، ومي مشيت للبنك باش نلقى نشري فلوس ما كنلقى والو، وفي المغرب كيقول لي راه وصلوا الفلوس، وما كنقلب هنا ما كنلقى حتى حاجه. ميرسي اسماعيل، او دريت هو نفس البلان ها هو معايا، ما لقاش الفلوس وصلوا، ولكن ما كيقدرش يشير، وما عرفناش شنو الفلوس، ما يمكنش يوصلوك هنايا حتى شي حاجه، ما كتدخل ولا كتخرج من الصين. بالنسبه لنا داك قلتي كاع المدن مسدوده، انا عارفه كاين هنا في الشينوا دابا راه اكثر من 10 ديال المدن سدوا في هذا الشينوا، ولكن دويت مع السفاره المغربيه قالت لك بامكاننا ادينا السبيطار باش نشوفوا. السفاره دوا معنا هضره زوينه، خاصو نرجعوا السفاره كدير خدمتها، السفاره دواش معنا هضره زوينه، اين فوا كنعيطوا لهم كيجاوبونا، ما نكذبوش كيجاوبونا، كيقولوا لنا باللي راه دوينا مع السلطات الصينيه، وقلنا لهم باللي راه شحال من مغربي بغى يخرج من ديك المدينه، ومشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا راه كيقلبوا لكم على مويان فاش تهربوا، زعما فاش زعما شي ترونسبور يكون معقم والطريق تكون سيف، فهمتي؟ شي طريق تكون امنه باش ندوزوا، ودابا حنا غير كنتسناو، ولكن بغينا الماكله، بغينا شحال من حاجه، راه واحد الحضره ما غنلقاو والو بارطاجي باش بنادم يعرف عاوتاني، فهمتي؟ راه بنادم من هنا لقدام راه غيبان لك كيدور في الزنقه كيطيح ولا شي حاجه، راه ربي العالم بينا وخوتنا ووالدين، راه هما اللي مؤلمين في هادشي، راه حاولنا يعني بكاع الطرق باش نمشيو نعلقوا، ولكن قول لي واش كيخليكم في غير ما كيخليوناش نخرجوا والو، راه منعوا زادوا باش زادوا خسروها، منعوا انك تخرج بالطوموبيل موتور ولا بيكالا، ممنوع تخرج بها هنا، حاولتي تهرب من هاد المدينه هادي 7 سنين ديال الحبس ضروري. ام اروى كنصليو وكلشي، كنصليو وكندعيو وحق ربي لا الصلاه، اشنو حاجه ما عندك ما دير، كتصلي وكتدعي كتقرا قران، خدامين معنا والله غير الدعاوي ديال والدينا وديالنا. شكرا فاطمه الزهراء، شكرا هشام.
السفاره كدير خدمتها شويه يحيدوا لكم لي نيميرو الله يدير لكم تا خويا حنا راه بعدا راه كنحاولوا نوصلوا غير صوتنا للشعب باش غير يعرفوا شنو طاري وبغينا مسؤولين يعرفوا شنو طاري هادشي اللي بغينا والله اينا بز واش كاين شي واحد كيدير بغيناش شي حاجه اللي دارنا حنا بغينا غير بنادم يعرف حنا راه ما ضامنش راسنا غنعيشوا غير باش تعرفوا واحد الحاجه راه ما دام وحق ربي لما ضامنش راسنا غنعيشوا صافي شنو وليتي كتشوف قدامك غير الموت شنو سميت ديك البلاد الاخرى العربيه الاردن الاردن حنا الاردن فوالا الاردن و جو بونس كو لاميريك ولا فرنسا راه بنادم بداو كيجيبوا الاولاد اولاد الاولاد بلادهم اللي هنا ومشي غير زعما بنادم راه كبير ومجوج وبولادو وجابوا لهم الدوايات وجابوا لهم الاطباء كيقلبوهم شوف تي في حاول توصل بالنسبه لشوف تي في راه خويا واخا نتواصلوا معاهم كيبغيو يديروا مقالات حتى لحد الان حنا ما بغيناش بنادم يدير مقاله باش يدير بوز حنا بغينا بنادم يوصل الصوت وما غير تعاونوا فيديو بغينا معكم في سكايب اند ايفريثينغ نقدروا نهضروا معكم ابيل فيديو لحد الان بما في بي ان راه خدام لينا دابا بخير نقدروا نتواصلوا معكم.